الحديد وعيال كتيرة تايهة ما تلقين قلب الشوارع بوابات وحديد وعيال كتيرة تايهة ما تلقين ارحم يا سيدة وبين وقول قلب المأزين ارحم يا سيدة وبين وقول قلب المأزين دول مهما كان عبيد ولاد شوارع وتضم ابكي يا عيني اللي ماله ام ترحم وتفهم شكوته وتضم ابكي وسيبيني عالي اللي ماله قط ازاي هيعرف حتى معنى الحب قلب الحجر بليه الا انت يا انسان الا احنا عطشانين وحب وحنان إلا احنا عطشانين عطف وحب وحنان يا خالي الإحساس في الوحش والأشجار حنين قلوب الناس على اللي لسه صوتشي. لا يقصد بعدين عايزه اقول لك حاجه بقى ان انا كان ممكن انبسط بمليون الف طريقه تانية لكن انا بعملش كده علشان ابسط نفسي انا بعمل كده عشان ابسط غيري احنا عارفين يا حبيبتي انت مصدقه نفسك بقى ما تسيبها تصدق يا عبد الله ايوه مصدقه نفسي يا عبد الله بس عايزه اقول لك حاجه انا غلطانه ان انا بقول لك كل يوم انا بعمل ايه والبروجرامات بتاعتي لكن والله من هنا ورايح ما اقول لك اي حاجه وكل واحد في البيت بقى يبقى في حاله استني بس يا سناء ايه ما تهدنيش ما تهدنيش يا صبري انا كل يوم في حرقه الدم دي انا مانيش مسؤول عن اللي بيحرق دمك ايه اللي بيحرق دمك يا سناء متشكره قوي متشكره قوي يا عبد الله تصدق انا لو لفيت التراك 10 مرات ما كنتش تعبت زي ما تعبت دلوقتي انا تعبت بجد ممكن صبري نعم انت كمان ايه في ايه عايز اطلع البنات واروح ازورهم وما ينفعش ازورهم وانا اللي حابسهم يعني لازم وانا رايح ابقى رايح اطلعهم بنات مين زينب وتوتة فاضل يرموا بعض بمية نار امي جابت بنزين كانت هتحرق البيت باللي فيه انا سبتهم قبل ما يولعوا فيا انا واخويا نزلنا الشارع الشارع ارحم الشارع ارحم من امك ابوك بقول لسعادتك كانوا هيرموا بعض بمية نار وامي كانت عايزه تولع في البيت الشارع بقى ما حدش يقدر يولع فيه اصله ملك الحكومه امان يعني
عشان تعرفي بس ان كل البيوت بتتخانق. انا هيغمى عليا من الضحك، مش مصدقه اللي بسمعه ده. يا بنتي طنط وانكل دول ملايكه. انا عايشه مع ست ام امي، ابويا هاجر ليبيا وانا عندي 8 سنين. لو رجع مش هيعرف شكلي. اتجوز وخلف هناك، وامي اتجوزت وخلفت هنا. اخواتي اللي من ابويا لو شفتهم مش هعرفهم، واخواتي اللي من امي جوز امي محرج عليا اشوف. يعني انت ابوكي عايش في المانيا وهي ابوها عايش في ليبيا، ما فرقتش كتير. على فكره يا جماعه النهارده يوم عجيب، الايام كلها بقت شبه بعض والناس كمان بقت شبه بعض. سناء، انت عارفه ان انا كدكتور المفروض ان انا اكلم جوزك. عبد الله جوزك مشارك في الحاله اللي انت فيها، يا اما مشارك بالسلب او بالايجاب. انا طبعا مش بعمل دوت بصفه الصداقه اللي بينا، انا بعمله مع اي حاله ممكن تجي للعياده. الزوج له دور اساسي في علاج حالتك. يعني انت شايفني ان انا عيانه وبقيت حاله؟ انت اللي مصممه تبقى حاله، لكن انا شايف ان الحاله مش مستدعيه. لعلمك انا فكرت كذا مره ان احنا ما نتقابلش في العياده، مش عايز اوصل احساسك انك عيانه وراح لطبيب عشان تتعالجي. سناء، انت لو استسلمتي للاحساس ده ممكن فعلا تبقى عيانه. طب ما دام انا مش عيانه انت ليه عاوز تتكلم مع عبد الله؟ وقايه، عايزه يلحقك قبل ما تعي. ويعني هو ممكن يلحقني ازاي؟ سناء، انت بتحب عبد الله، انا تاكدت من الحكايه دي يوم الندوه اللي كنت مشاركه فيها، كنت بتتلككي انك تجيبي سيرته. انت عارف يا محمود، انا لما بتخانق مع عبد الله او ازعل منه ببقى عايزه اتكلم عليه مع اصحابي او اشتكي او. سناء، انت بتحبيه بس ماسكه مشاعرك بكل قوه، مهم قوي ان ده يتقال. عندك انا مثلا، انا يمكن بحب واحده سنين عمري كله ولحد النهارده مش عارف اقول لها اني بحبها. ليه؟ عدم مقدره. التعبير عن اللي جوانا ما هوش حاجه سهله. سناء، انت بتحب عبد الله وعبد الله بيحبك، تعالي بقى نصرح بده، نوصل لبعض الحب ده. رولا، انا مش هقدر اقابلك كتير. ليه بزايا؟ لا مش دي الفكره، بس طبعا انت مدركه ان اي حد ممكن يشوفنا تبقى حدوته، او اي كاميرا بفلاش تصورنا. ايوه بس انا مش معروفه قوي كده. يا ستي انا معروف. فيها ايه؟ ممكن تكون قاعد مع اي حد. طيب ايه رايك لو الاعداد دي قابلناها في الجورنال؟ لا الجورنال لا، ما بعرفش اتلم عليك. صحفيين داخلين طالعين، ميتينجز 24 ساعة، وبعدين الجنون بيقفل بدري وانا بصحى متأخر. لا يا ستي، البرنامج بيبقى فاتح 24 ساعة، الصحفيين بس هما اللي بيروحوا بدري، وبعدين انا في اغلب الاحيان ما بروحش قبل الساعة 1 2 الصبح. يعني لو جيت لك الجنون بالليل مش هزعجك؟ انت لسه هتزعجيني؟ انت ازعجتيني بالمسجات والصور والحاجات الحلوة اللذيذة دي اللي كنت بتبعتيها لي. طب يا ريت انت كمان تزعجني. انت عارف بعد وفاة استاذ يحيى الله يرحمه الموضوع اثر فيا قد ايه، لانه كان حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. يعني كنت باخد رايه في كل حاجه وهو كمان كان بياخد رايه. يا ريت انت كمان تحسسني انك محتاج لي زي ما انا محتاجه لك. هو مجرد ان انا بسيب اللي ورايا واجي علشان اقابلك ده معناه ان انا محتاج لك؟ حتى لو كنا ما بنعملش حاجه غير اننا بنتكلم وبس، صدقيني مش سهل ان اتنين يتكلموا ويحسوا بالراحه وما بيكلموا بعض. عارفه انا بحس لما بديلك نصيحه بشورك او بتاخدي رايي بحس بمتعه جامده قوي. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، بس حكايه الاب الروحي دي انا هكوس قوي للدرجه دي. ما قصدتش. على العموم يا ستي مش مهم المسميات. انا شفت فيلمك عجبني قوي. بجد؟ بجد. بتمثلي حلو، صوتك حلو. على الله لما تبقي فنانه مشهوره ترد عليا لما اطلبك في الموبايل. انت بتقول ايه؟ على العموم انا اي واحد هقابله اقول له الفنانه دي انا كنت اعرفها. حتى شوف المسجات اللي كانت بتبعتها لي اهي والصور اهي. انت يا رولا فنانة موهوبة، هيبقى لك مستقبل إن شاء الله. أنا الكلام ده لازم أسجله. أنا هكتبه لك. بجد؟ بجد. أنا
وبعدين يا خيري خلاص عنده الأبلة تهاني أبلة تهاني وماله من دهلها أبلة تهاني هو مفيش هنا دكتور تصدقي يا زينب انك تنقتي دكتورة يا أختي هو أنت هتطلبي دكتور العيلة في التليفون يعني أنا هسيبها كده ولا إيه أنا لازم أتصرف خديني معاك ده أنت يا زينب طلعتي لقطة مساء الخير انا عملت التوتة شاي بالليمون يمكن يرفع عنها ربنا يكرمك اخده منك وانا راجع طب بقول لك ايه يا زينب اعمل لك حاجه قبل ما ترجعي لا يا اخويا متشكره ده انا عندي سحلب ما بطلعوش لحد سحلب اللي ما طلعتولي ولا دوقتهولي بقول لك يا خيريه استني انت شويه والله ماليه نفس الحاجه وحياه ربنا ما تكسفيني طب نطمن على توتة الاول ماشي اهو البنت توتة يا بلاتي هاني سخنه ملهلبه نار اطلب لنا دكتور سلامتها بس من ايه من الازاز المكسور والجو اللي بيبرد بالليل فجاه هو انتوا ما عندكوش فلوس تصلحوا الازاز ولا ايه يا بلاتي هاني المفروض ان هم بعتوا لنا الميزانيه والميزانيه لسه ما صرفتش العقد دلوقتي وما صرفتش ليه بقى خلي بالك اخلي بالي من ايه يا بلاتي هاني انا في اسئله عندي ملهاش جواب حلو ايه بقى الاسئله اللي عندك ليها جواب عشان اسالها لك اي حاجه تخصك انا تحت امرك فيها عايزين نصلح الازاز يا بلاتي هاني ادخل حضرتك نرهتيني؟ ايوه ما بقيتش اعرف البس الجزمه لوحدي كل ما اجي البس الجزمه افتكر بس ببقى مكسوف من ايه يعني يا باشا؟ يعني انا كل ما اجي البس الجزمه اندهلك يا باشا ده احنا يزيدنا شرف اشوفها يا فيا مش هتعبك؟ تتعبيني ايه يا باشا ده هيبقى مزاج عندي هقول لك على حاجه اعتبريني من دلوقتي لبست الجزمه بتاعتي دمك زي العسل يلا لبسني الجزمه انا تحت اوامر صوابع رجليك اللهم صل على النبي بقول لك ايه اقفل الباب طب هو مقفول لا اقفله بالمفتاح افرض حد دخل دلوقتي وشافك وانت بتلبسني الجزمه هيحصل سوء ظن ايه يا باشا هيشكوا في الجزمه بطل هزار بقى اللي تشوفه يا باشا المهم انت شايف ايه مش شايف حاجه بصراحه انا بقى هفرجك ايه رايكم مع انها مش شغلتي لكن عشان تعرفوا انا عامله حسابكم قد ايه ايوه يا قبله بس حضرتك كده سديتي الازاز مش صلحتيه طب ما احنا عاوزين كده عاوزين كده ده الشباك الوحيد اللي كان مفتوح هنا بيدخل لنا منه شويه شمس الصبح وساعات يعني كنا بنبص منه على الشارع خلي بالك وقوفك عند الشباك ممنوع وحكايه الشمس دي بقى مش مضمونه طب دي الحاجه الوحيده اللي مضمونه هنا على الاقل مش هتسيبنا وتمشي غريبه بنتي دي جواها حاجه ممكن تطلع قصاصة أو شاعرة أكيد أكيد جواكي حاجة مرار مرار يا بلاتي هاني مرار قصتك تتعبين نيلي ده أنا محموقة عشانك محموقة من إيه بس يا ماما محموقة من إيه الإزاز وسديناه في إيه تاني مضايقكم السقف السقف يا بلاتي هاني الأسمنت باش بيسقط علينا مية رد يا خيري ارد اقول ايه ايه اللي خرم السقف وانا مش عارفه مش انت اللي بتطلعي فوق السطوح وتمسحيه وما بتنشفهوش لحد ما باش واتخرم انا ما اعرفش فين السطوح ولا رب يطلعوا له منين ما تكذبيش خلي بالك انا ما بكذبش صدقيني يعني دلوقتي انا السبب ما هو لازم يبقى فيه سبب تقدري تقولي لي مين السبب على العموم انا هكلم الدكتور يمر عليها بكره سلامتك يا توتة حسبي الله ونعم الوكيل يبقى انت يا خوخه بقى اللي بوظت لنا السقف خدي بالك انا انت قبل تهاني قالت كده خدي بالك معلش يا خيريه ما انت عارفه بلا تهاني لازم تلاقي سبب عشان تخلي مسؤوليتها وحياه ربنا ان شاء الله قاعده تبقى مع ربي بنتي بطه انا بعرف السطح ده بيطلعوا له منين لو اعرف كنت طلعت ورميت نفسي لو قلبك عصفور هيخبط على قلبي
يا بني ادم مالك؟ الوليه دي اتجننت بتلعبني قوي. وبعدين لو الغول اللي اسمه سيد ده عرف هنروح في داهيه. انت زعلان ان الوليه بتلعبك؟ طب احمد ربنا ان هو اللي مش بيلعبك. هو مين ده اللي لعبني؟ طب ده انا كنت خليته لك هي مش هو. انت مش الوليه بالبوله بتعكسك؟ انا بقى الزفت ده ولا بيعكسني؟ انت بتقول ايه؟ زي ما انت سمعت. نعم 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 مش هنام. قول ايه؟ انا ممكن اقتلهولك لو عايز. لا انا اللي هقتله بس مش دلوقتي. طب واخرتها ايه؟ انت صغير على البهدله، ممكن تترمي في السجن ولا في الاحداث. سيبني انا اقوم بالمهمه دي. بص الوليه بتحبني بتموت فيا، سيبني بقى تكتك واقضيلك عليه واقطع لك عيشه ورجله من هنا. لو ما عملتش كده ماشي انا رينجو. شوفني مش مهم. اه يا شباب. اه ايه بقالكم كتير؟ لسه جايين. امال مالكم فاستكين كده؟ عادي يا عم الموف. يلا يا اخويا يلا انت هو قومه. هي العضلات بتبقى قفشه في الاول بس بعد كده خلاص. انا مش فاهم بتحب فيه ايه ده؟ ده حتى ما فيهوش ولا عضله. يعني انا اللي فاهم انت بتحب فيها هي ايه؟ الحب مش مرتبط بصفه، ده كيمياء روح وحاجات تانيه. يعني ممكن يبقى واد مقرف بس بتحبه وتموت فيه. على فكره على فكره دي تاني مره ترميها لي في وشي كده. انا اسف. مش مهم. دي ساره صح؟ اه. طبعا ما ردش عليها من بعت له رساله. طيب اقرا كده مكتوب في الرساله دي. يا سلام. ولما يلف يلاقيني ماسك الموبايل بتاعه هقول له ايه؟ لو سمحت افتح الموبايل واقرا المسج فيها ايه. مفيش داعي ان انا اعمل كده يعني. بسرعه ما توترنيش. ها كتباله ايه؟ I miss you waiting for you. عندها البيت. هما اهلها عارفين بده؟ هيعرفوا ازاي وهما مش قاعدين معاها اصلا؟ طب نورة عارفة باللي بيحصل؟ سارة عارفة ان نورة ما بتطقش هشام فعشان كده ما بتحكيلهاش اي حاجة عنها. وانت مين اللي بيحكي لك؟ يبقى هو هو اللي بيحكي لك ومحدش بيقول لي حاجة. ماجد وقفتنا كده ملهاش معنى. أنا بقول يلا نمشي. لا 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 وقف وقف ممنوع يا باشا. دي إيه قلة المزاج دي؟ دي مش من عندكم؟ لا من عندنا ولا من عندكم. أمال هنقضيها إزاي؟ هنقضيها لا مؤاخذة فايقين ولو عايزين نعمل دماغ. يبقى مش بالخمرة يا باشا. أمال بإيه؟ أقول لك. بينجو ده كان بيقول لك ايه وايه اللي وداك عندي؟ طلع ازازه جايبها معاه وعايز يشرب. وانتوا مش مدعين الشرب برضه يا باشا؟ الكلام ده ممنوع تتكلم فيه. فاهم؟ فاهم. لا ما انتش فاهم. ما انتش فاهم ان ممكن يبقى بوليس. لا 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 شكلك فاهم وبتستعبط وبتعض الايد اللي اتمدت لك. لا 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 كده بقى يا باشا الكلام مش حلو. المره دي الحمد لله انه كلامه بس. انما المره الجايه هيبقى اللي فين زازا؟ زازا في الشارع. في الشارع بيعمل ايه؟ الله
الله يكرمك يا دكتور، عايزين حقنه انسولين. تمام خلاص، ربنا يقدرني واسدد الفلوس دي. يا اخويا ربنا يقدرك ويصرفنا كمان وكمان، ما احنا لو كانت الفلوس باتت في جيبنا كانت هتنحسنا. ربنا على صمتك يا زلمه، تعالى نقعد شويه يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك بتعيط ليه؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ طيب أنا اسمي زوزة وأنت اسمك إيه بقى؟ سعد. سعد؟ طب بتعيط ليه يا سعد؟ تاني. طب ما تنطق، في إيه؟ كان معايا بضاعة بعتها وخدت الفلوس لأمي من غير ما احوش فلوس تهامي. وتهامي مين ده الاخر؟ ده الكبير بتاعنا اللي بيوزعنا على المنطقه. اخر اليوم لازم ياخد نايبه. رجعت له وقلت له ان اضطريت ادي الفلوس لامي علشان عليها دين ومصاريف، قام ضربني ومنعني من الشارع. انا بقالي يومين على لحم بطن ومعيش بضاعه اسرح بيها، ما رجعتش بيتنا ولا قادر ارجع الشارع. مش عارف اعمل ايه. انا عايز اي بضاعه اسرح بيها اسدد لتهامي وارجع الباقي لامي. انت بتسرح بحاجه؟ لا مالكش دعوه باللي بسرح بيها انا. يا سيدي ما اقصدش، وكتر خيرك انا هتصرف. ولا استنى، لا انت زعلت ولا ايه؟ استنى انا برضه هساعدك. بص اصلا انا قرفان، ولو هتقرفني معاك يبقى خليك في حالك احسن. يا بني ادم بقول لك هساعدك. استغفر الله العظيم. استنى بس، انت مش عايز بضاعه تسرح بيها؟ ايوه يا سيدي. طب استنى انا اخرجك بيها كمان من هنا. استنى. يظهر ان انا عجزت يا عبد الله، ما بقتش اقدر اكمل اللفه الثالثه. ما انت مش محترم سنك. انت تعرف بقى ان انا باجي هنا علشان افكر. انا تقريبا اهم قرارات اخدتها في حياتي وانا قاعد هنا اهو. طب اسمعني بقى، علشان اقوم اغير واروح مكتبي. اهتم بسناء شويه يا عبد الله. اوه اختك دي بقت حساسه قوي، ما عادتش طايقه لي كلمه، مع اني عايزها احسن واحده في الدنيا، لكن هي مش عايزه تفهم ده. مش مهم تبقى الاحسن يا عبد الله، المهم تبقى الاسعد. سناء بتروح لدكتور نفساني. تقول ايه؟ تروح لدكتور نفساني؟ ايوه. طب ما قالتليش ليه؟ وانت سالتها؟ وانا اعرف منين اذا كانت هي ما قالتليش؟ ما هو ده بقى يا عبد الله منطق سناء، عايزه اللي معاها يحس بيها من غير ما تشتكي. تعالي تعالي يا زين. اقعدي. توتة عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. هو انا يعني ينفع اقول لحضرتك قبل تهاني؟ عاوزه تقولي ايه؟ هو انا ينفع اتكلم في التليفون؟ عاوزه تكلمي مين؟ عايزه اكلم الناس اللي جابونا هنا. زي ما جابونا خرجونا. وبعدين بقى معاك يا زينب، احنا هنرجع للموال ده تاني. انت مش هتقعدي هنا على طول، انت هتقضي المده بتاعتك. مده ايه يا بلا تهاني؟ مده ايه؟ وانا ليه ابقى رد سجون؟ يعني شامت فيا الواد رضا؟ رضا مين؟ جوز اختي، هو اللي فول عليا. ايوه قال لي بتنامي على البرش ومتراقبه ورد سجون. والله يا بلا تهاني عمري ما دخلت سجن. بص يا زينب، انا هنا اخصائيه اجتماعيه، يعني تخرجي ما تخرجيش حاجه ما تهمنيش. انا في احكام بتجيلي واحنا بننفذها. كلمي بقى الضابط معتز واحكي له زي ما انت بتحكي لي كده. اعوذ بالله،
ده ما بيطيقنيش ولا بيطيق حد، ده حتى ما بيطيقش نفسه. عارفه بلا تهاني انا بحلم بكوابيس بالليل، وعيني على طول بتبربش وريقي ناشف، انا زي ما اكون مرهوقه. من ايه بس؟ مش عارف، مش متبشره خير. مش عارفه بلا تهاني، بعيد عنك احساس الظلم ده حاجه مره قوي. ما هو انا لو اعرف انا هنا ليه كنت اتنيلت وسكت. عارفه بلا تهاني، الواحده مننا لما بتنزل الشارع وتعيش فيه بتبقى محتاجه حد يطبطب عليها، مش تترمي في السجن. بقى بذمتك ده عدل؟ لو حضرتك قلت لي ان ده عدل هتنيل اسكت. بص يا زينب، انا هقول لك على حاجه علشان تنسي وتعرفي تنامي، ركزي معايا. حاضر. مركزه؟ المخ. عارفه المخ؟ المخ. المخ بيدي اشاره للجسم، والجسم بينفذ الاشاره اللي اداها له المخ. مثلا لما تكوني جعانه اول حاجه تحسسك بالجوع هتقولي لي بطني. صح. غلط. اللي حسسك بالجوع هو المخ، ده بالنسبة لما تكوني جعانة. ولما تكوني بقى زعلانة هو نفس الشيء. العبي بقى على الموضوع ده، هو في الأول انت هتتعبي شوية، لكن بالتمرين هتتعودي وهتدعيلي. الله، اسمعي بقى الحتة دي. يا سلام، أم كلثوم دي كانت ست عظيمة. فطرتي ياما؟ الحمد لله يا بنتي. خدتي الدواء؟ اه. يا لهوي، هو الموكوس لحق يصحى عشان ينام تاني؟ يا حبيبتي ده أم النوم، فطر وشرب شاي ونام تاني. ومن الحباب اللي بيبلبعه. قولي عاوزة حاجة؟ عايزاك تروح تشقري على اخواتك غدا واحمد. حاضر ياما. لا مش حاضر، انتوا تروحي لهم وتقولهم يكلموني من عند سليمان البقال، وانا هفضل قاعده جنب التليفون لحد ما يرنوا واسمع صوتهم. تليفون ما فيهوش حراره، قطعوها. اصل ما دفعتش الفواتير. ما هي الجوازه كانت بالتليفون، لكن الحراره راحت. راحت من اول يوم يا اخويا. ما في ايدك راويه ترجعي الحراره يا راويه. ما تلزمنيش. طب رجعيها راويه عشان خاطر امك. يا بنتي عشان خاطري، روحي يا اختي لاخواتك يا اختي عشان خاطري، قلبي واكلني عليهم. ريحيني يا بنتي. ريح امك يا راويه، وريحيني، ريحي اعصابي. هات عينك تسرح في دنيتهم عينيا، هات ايديك ترتاح للمستهم ايديا. اخيرا يا اختي اتكلمتي وسمعنا لك صوت. بركه يا جامعه ان ليكي حس ولسان بصراحه. طب ما تيجي يا اختي تقعدي معانا، مالك واخده لك جنب انت والتحفه اللي جنبك دي؟ بس مش تحفه، اسمي توته. والنبي طب تعالي يا اختي اقعدي معانا. طب غيري الاغنيه الاول واحنا نيجي نقعد معاك. اصل قبلة تهاني يا عينيا مش شغاله الاغنيه ليل نهار. قال يعني بتحب يا قلبي؟ الا صحيح يا بنات، قبلة تهاني دي ما تحب هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ايه ده؟ ده يبقى حته منظر تخش كده على جوزها وهي. لا 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 لا، جوزها هو اللي يخش عليها. يلا يا بنت نجوى، انت تهاني وانا جوزي. يلا يا بنت. يلا يا جماعه، يلا كده بقى عشان نسبك الدور بقى. يلا بقى كده، ايه نسبك الدور بقى. يلا بنت تهاني. تهاني. بحبك يا تهاني. لا لا لا، اقول اكتر، قول كمان. احب اعرف، احب اتنور، ما تخبيش عليا حاجه ابدا، قول عشان اعرف اساعدك. تهاني. لا خد لي بالك، انت مش واخد لي بالك ولا ايه يا جماعه؟ كده ما ينفعش حد يجي من بره ياخد باله، حد يجي ياخد باله. ايه انت هتبوسني ولا ايه؟ على فكره
دمهم تقيل قوي يا اختي يلطش قدام البنات يا اخلاق فاسده يا سلوكيات منعدمه يا ضوابط منحرفه يا اجرام يا تشرد. لا الطلاق منك حل نهائي، حل جذري، حل يقطع عرق ويسيح دمه. بقى كده تهاني؟ طب انت طالب التلاته. يا لهوي اتطلقت، الحقوني الحقيني يا زينب اتطلقتي يا اختي، تعالي شوفي خفتي. المهم ان انت كده مبسوطه، مش مهم هو ده الحل الوحيد. بس انا كده في الشارع. وماله يا حبيبتي، المهم حريتك، خدي بالك. يا لهوي طب واللي في بطني؟ انا حامل. يا اختي مبروك، يتربى في عزك. المهم ما تزعليش نفسك ابدا. طب انا دلوقتي جعانه وبردانه. لا 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 خدي بالك، مش لازم ابدا تحسي بالجوع ومش لازم تحسي بالبرد. ما هو اصل العقل بيدي اشارات للجسم عشان يحس. ايوه العقل بيدي اشارات للمعده عشان تجوع، وبيدي اشارات للجسم عشان يبرد، وبيدي اشارات للقلب عشان يحب. امنعي الاشارات، امنعوا الاشارات، وده الحل الجذري والمثالي والنهائي. خدي بالك وهات عيني. مساء النور، يعني جيت بدري النهارده عشان الحاجة قبل ما تنامي. يا سلام. قوليلي بقى قضيت يومك ازاي النهارده؟ مش هقولك. ليه؟ علشان مش عاوزك تتريق عليا. على فكره انت بتفهميني غلط، انا عمري ما بتريق عليك، ساعات ببقى عايز ابين لك حقيقه يمكن تكون تايهه عنك. لعلمك بقى الحقيقه ممكن تكون عندي وانت مش عارفها. في ناس كتير قوي بتعيش وتموت وهي بتدور على حقيقة الحقيقة وما بتلاقيهاش. مظبوط؟ يعني كلام نظري. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. كنت عاوز حاجة مني؟ لا ابدا، انا كنت عايز اطمن عليكي بس. واتطمنت؟ مش قوي كده. ما ينفعش يا جماعة، انا كده مش هعرف اشتغل. هو في ايه يا استاذ حسن؟ المفروض يا عم خليل ان الاستاذ عبد الله جايب التلفزيون والدش ده عشان نتفرج على الاخبار ونعرف اللي بيحصل في البلد، مش عشان الهكس اللي مشغلونه الاستاذ علي. هكس؟ هكس ايه يا ابني؟ ده فيتامين، وان لم تستطع ان تشارك فكن متفرجا. اشارك في ايه بقى يا خفيف؟ في الدنيا، في الحياه. هو انت عايش يا ابني؟ عايش لك يومين بقى. بالذمه ده منطق يا جماعه؟ اهو ده منطقي انا بقى يا ابو علي. ده منطق ناس مكبوته يا حبيبي. على فكره مش عاجبني ابدا الحوار بينكم انتوا الاثنين كده. يعني عاجبك اللي هو مشغلونا ليه النهارده يعني يا سماح؟ ولا ده يا حسن عاجبني. استاذ حسن، هو ايه اللي شغال في التلفزيون؟ يعني ما انتش شايف يا عم خليل؟ معلش يا استاذه، اصل الندله بعافي شويه. يا بختك يا عم خليل. يا بختي انا؟ يا بختك انت، انت اللي شايف مش انا. صدقني يا عم خليل الكلام ده يرفع الضغط. اكتب عن كده يا اخي. كده بقى اللي هو ايه يا ابو علي؟ اكتب عن الحاجات اللي بقت اكبر من بني ادمين، اكتب عن الحاجات اللي بتصغرنا وبتضعفنا واحيانا ممكن تقلبنا حيوانات كمان. اكتب عن الهموم، اكتب عن الهم الصغير وعن الهم الكبير، اكتب عن نفسك الضعيفة وعن وطنك الأضعف. اربط يا أستاذ، اربط بين اللي بيحصل دلوقتي وبين اللي انت شايفه وبين اللي احنا بنتكلم فيه. تعرف تعمل كده يا أستاذ علي؟ هقول يا سماح اللي انت كاتباه ده وعايزاه يتنشر كده اهو زي ما هو. مش معقول ليه يا فندم طالما دي الحقيقة؟ انا ما اقدرش اعمم. معقول البلد كلها كده؟ ايه يا اولاد، هي البلد كده؟ والله يا استاذ عبد الله احنا ممكن في ظل ازمه الجواز نتكلم ونقول حاجات كتير، زي مثلا. يا فندم انا مش بتكلم عن شريحه بعينها، انا بتكلم عن ناس مبسوطين جدا ومعاهم فلوس وممكن يتجوزوا ومع ذلك عايشين مع بعض كده من غير جواز، مفيش مشكله عندهم. ممكن ده يكون بيحصل، بس استثناء ما اقدرش اعتبره ظاهره واتكلم فيه. يمكن يا فندم، بس عايز اقول لحياتك ان في كم كبير جدا من العلاقات الغير شرعيه، والموضوع ما بقاش مرتبط بقدره ماديه او غير. امال مرتبط بايه؟ مرتبط بقدره معنويه يا فندم، عدم تحمل المسؤولية، خوف من بكرة، فبيجربوا العيشوا مع بعض. إذا أوكي كملوا، مش أوكي خلاص. لا وحشتين. وإنت كمان. كفاية كده بقى يا علي، أنا بجد تعبت ومش قادرة أتحمل. شوف بقالنا كام سنة ومفيش أي حاجة بتجرأ. حبيبتي هو فعلا كفايه كده، بس كفايه عشان نغير وضع مش ننهيه. نغيره ازاي يا علي؟ نتجوز يا حبيبتي. ازاي بقى ان شاء الله؟ من غير ما حد يعرف. عرفي يعني؟ لا
رسمي بس برضو من غير ما حد يعرف، يعني انا وانت وعم الشيخ مصطفى. مين عمك الشيخ مصطفى ده؟ المأذون يا حبيبتي، والاهم منه ربنا عالم باللي في نيتي من ناحيتي. انما بقى هندخل الاهل والقرايب، لا هيوافقوا عندك ولا عندي، وهيقولوا لسه قدامهم كتير. ما تيجي يا حبيبتي نخلص ونخلص. شايفه يا حبيبتي؟ شايفه الفل؟ ايوه، لكن انا مش هيتعامل لي كده. بس يا حبيبتي دول مش هيكملوا 3 شهور، خليهم يفرحوا بالعربيات المتزوقه وبالفرح اللي بالشيء الفلاني، لكن احنا يا حبيبتي فرحتنا هتدوم اكتر من كده. عارفه ليه؟ ليه؟ حبنا فيه تضحيه، فيه مغامره، فيه حب بجد. انا اللي بضحي يا علي مش انت. ما تسيبيها على ربنا. ولا اقول لك روحي اتجوزي واحد من دول يزوق لك عربيه ويعمل لك فرح بالشيء الفلاني، لو ده اللي هيسعدك روحي اعملي كده. انت بتزعلي كده ليه؟ انت عايز تفرج عليا الدنيا؟ انا زعق زي ما انا عايز. يا سلام، طب ما تضربني احسن. هيحصل. بقول لك ايه، اقف هنا وكلمني. عايزه ايه؟ انت اللي عايز مش انا. لا انا خلاص غيرت رايي. شفت بقى ان انت كلامك كله كلام في كلام ومفيش حاجه منه جد؟ ابقى سلم لي عليه. هو مين ده؟ عمك الشيخ. تحبي تشوفيه؟ يا ريت اشوفه. امتى؟ يوم الخميس، حدد لي معاه ميعاد. من مين؟ ما قلت لك عمك الشيخ مصطفى. هو مين ده اللي هتجوزه؟ الاستاذ اللي بيتكلموا عليه. اسكتي لحسن العفاريت بتتنطط في خلقتي. مبروك يا زوزو. مبروك عليا يا ابنة تهاني. يا بنت ما احنا ليل النهار قدامه، كان فكر فينا. ده بختك، ده حظك من السما. على فكره بقى ده جدع شاه وشريكي وانت محتاجاه له، ايه رايك؟ وتختاري يا حلوه يا زينب يا ولد من دول. مبروك يا مراد اخويا. يا حبيبة قلبي محدش هيرقص لك الا انا يا غالية. حزموني يا ولاد. يلا يا العريس يا عشان. يلا يا ستي. اختاري يا حلوة يا زينة يا وردة من جوه جميلة. حزينة قلبك حجر وجليل، مش لايقة في الزينة وانا ابني عني بعيد. يا مدينة حزينة قلبك حجر وجليل، مش لايقة في الزينة وانا ابني عني بعيد. سامحنا بقى الشوارع الفرق والجناين مش لقى، والشجر حرفين وسهم والبداية مش شقة.